بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات نعرضها على سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله، بارك فيك. هذه الأخت مسعود تقول: أنا متابعة لهذه البرنامج، وندعو للشيخ على تفضله بإجابة الإخوة في هذا البرنامج. ولي أخت متوفية، وقبل وفاتها قالت لبناتها الكبار: إذا مت أو توفاني الله فملابسي وأغراضي وجميع ما أملك لكم أنتم أيتها البنات، مع العلم بأن لها أم. هل للأم شيء من هذه الأغراض والملابس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت البنات وارثات فليس لهن وصية، فالوصية غير صحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أما إذا كن غير وارثات، محجوبات بمن هو أقرب منهن إلى الميت، فالوصية صحيحة وليس للأم منها شيء. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في أواخر سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم، هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا وجثوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فخافوا من هذه الآية، إذا كانوا سيحاسبون عن هواجس القلوب الأمر صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ولم يعترضوا، نسخ الله ذلك بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يسأل أيضا عن سورة الحجرات، ولماذا سميت سورة الحجرات، وهل لها صلة بالغرف؟ نعم، الحجرات هي الغرف، غرف سكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسكن هو وأزواجه في حجرات عند المسجد، وهذا هو المراد بقوله من وراء الحجرات، أي الحجرات التي يسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قوم من الأعراب جاءوا على جفاء الأعراب وقالوا: يا محمد اخرج إلينا. فالله جل وعلا قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهم رفعوا الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: اخرج إلينا، لأنهم ما تربوا بالآداب الشرعية لجهلهم. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ بأن الإمام في مسجدهم لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة، فقرأت حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل إذا كان الإنسان بمفرده أو مع الجماعة؟ هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام، قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم. عند العقد، عقد الزواج، هل لابد
لابد من الكتابة أو يكفي فضيلة الشيخ القراءة فقط؟ لا تشترط الكتابة، إذا حصل الإيجاب والقبول في العقد مع الشاهدين فإن ذلك يكفي ولو لم يكتب. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول في الآية الكريمة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما المقصود بهذا؟ لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، يسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول هل تشرع صلاة الجماعة في البيوت؟ لا، صلاة الجماعة في المساجد، صلاة الجماعة في المساجد، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، خوف يحول بينك وبين المسجد أو مرض أقعدك عن الذهاب إلى المسجد فتصلي في بيتك. نعم. هذا يسأل ويقول شيخ، بما تدرك الركعة وما قصة توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال زادك الله حرصا ولا تعد؟ الركوع يدرك إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام، فإذا وصلت يداه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ركع انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه فقد أدرك الركوع، فيكمل ركوعه ويلحق بالإمام. نعم. جزاك الله خير الشيخ. هذا له مجموعة من الأسئلة، يقول العاجز عن السجود هل تصح الصلاة خلف هذا العاجز؟ هذا إذا كان إماما راتبا. نعم. وأصابه مرض أقعده وصلى جالسا، بدأ الصلاة بهم جالسا، فإنهم يصلون خلفه جلوسا، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فهذا في إمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته، فإذا صلى جالسا للمرض فإنهم يصلون خلفه، إذا بدأ الصلاة جالسا يصلون خلفه جلوسا، وإن بدأ الصلاة قائما ثم عرض له مرض أقعده فإنهم يستمرون في وقوفهم خلفه ولا يجلسون، هو يجلس للعذر وهم يكملون صلاتهم واقفين، لأنهم بدأوا الصلاة وهم وقوف وعرض للإمام ما عرض فجلس من أجل العذر، إنهم يستمرون يصلون واقفين ولا يجلسون. أما إذا كان إمام الحي مريض وصلى ويرجى زوال علته وصلى بدأ الصلاة بهم جالسا فإنهم يجلسون خلفه، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض صلى جالسا صلوا خلفه جلوسا. نعم. هذا السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة، يسأل عن حكم إمامة من به سلس البول لشيخ. لا تجوز إمامته إلا بمن هو مثله، بمن فيه سلس بول مثله، أما الأصحاء فلا يصلون خلفه لأن صلاته استثنائية حيث يصلي والبول ينزل منه للعذر. نعم. يا شيخ، إذا ضاق المسجد فهل تصح مصافة الإمام عن يمينه وشماله؟ نعم، يكونون عن يمينه، وإذا ضاق المسجد واحتاجوا إلى أن يصفوا عن يساره وعن يمينه فلا بأس بذلك. نعم. ومتى يا شيخ صالح تصح الصلاة خارج المسجد؟ تصح الصلاة خارج المسجد إذا ضاق المسجد بالصفوف واتصلت الصفوف إلى خارج المسجد صحت الصلاة. نعم. هذه سائلة تقول بأنني امرأة وبيتي قريب من المسجد، وإذا صف الإمام تصلي معه، ما حكم الصلاة هذه المرأة؟ لا تصلي معه وهي في بيت وبينه وبين الإمام حاجز أو ساتر من الجدار، لا تصلي مع الإمام، تصلي وحدها. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الذي ينبغي في المصافحة عن اليمين وعن الشمال إذا دخل الإنسان إلى المجلس وفيه أقوام صغار وكبار، بمن يبدأ؟ يبدأ بالكبير، إما كبير السن أو الكبير في العلم، يبدأ بالكبير ثم يستمر عن يمين الكبير إلى أن يكمل أهل المجلس. نعم. هذا يسأل أبو خالد الشيخ عن قضية الإخلاص، هل لابد أن تكون في العبادات أو لابد أن تكون في جميع المعاملات الإخلاص في القول والعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعبادات يشترط لها النية، وأما غير العبادات فلا تشترط لها النية. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ،
إذا دخل الرجل المسجد ووجد الصف مكتملا هل يقف خلف الصف وحده؟ لا، إما أن يدخل في الصف وإما أن ينتظر إلى أن يأتي من يصف معه أو إن تيسر له أن يدخل عن يمين الإمام. نعم. يسأل السائل هذا يا شيخ عن كتاب المغني وعن هذه المجلدات. كتاب المغني كتاب حافل بالمذاهب الأربعة ومذاهب السلف، فهو موسوعة علمية، وإنما يصلح للعلماء، يصلح للعلماء ولا يصلح للمبتدئين، لأنه كتاب خلاف وأقوال، المبتدئ يأخذ المختصرات، وأما العالم فإنه لا بأس أن يقرأ في المغني ليعرف المذاهب وأدلتها ويعرف الراجح من المرجوح. نعم. تقول السائلة يا شيخ هل يجوز للزوجة أن تصف بجانب زوجها في الصلاة إذا لم يكن معهما أحد؟ نعم، ولكن لا تكون محاذية له وإنما تكون خلفه. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن أبرز كتب الإمام الشافعي في الفقه والحديث وأبرز التفاسير. أبرز كتب الإمام الشافعي كتاب الأم، كتاب الأم وهو كتاب فقه وحديث معا، كتاب حافل وكتاب جليل، كتاب الأم، وفيه مذهبه الجديد، لأن له مذهبين، المذهب القديم يوم كان في المشرق، والمذهب الجديد لما جاء من المشرق إلى فلسطين. نعم. هذا السائل يقول في مسجدنا يا شيخ بعض كبار السن لا يرضون أن يتقدم الأطفال في الصف الأول فيأمرونهم بأن يكونوا في الخلف، هل لهذا أصل؟ نعم، له أصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول والكبار يكونون خلف الإمام، وأما الأطفال والصغار يكونون وراءهم. نعم. ورد حديث الشيخ صالح كان الصحابة يبتدرون السواري عند المغرب، وما حكم الصلاة بين ذلك؟ نعم، هذا يدل على أنهم إذا غربت الشمس يبتدئون السواري ليصلوا قبل المغرب صلاة نافلة، هذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب، قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الرابعة لمن شاء، فدل على أن السنة يصلي قبل المغرب ركعتين. نعم. هذا يسأل عن العذر للمتخلف عن الجمعة، وما حد المرض الذي يبيح التخلف عن الجمعة؟ حد المرض هو الذي لا يستطيع معه الحضور، إذا كان المرض يمنعه من المشي ومن الحضور يمشي، هذا يصلي في بيته، يصليها ظهرا في بيته، أما إذا كان يستطيع الحضور ولو راكبا فإنه يجب عليه الحضور، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. المستلقي يا شيخ لمرض ولا يستطيع، كيف يصلي شيخ صالح؟ يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه إلى القبلة. البعض شيخ يشير بأصبعه حال المرض، هل لهذا أصل وما صحته؟ يشير بأصبعه عند التشهد فقط، قال أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى الوحدانية، أما في غير ذلك فلا يشير بأصبعه. نعم. وأيضا الشيخ صالح الصلاة بالعين هل له مستند؟ لا أصل لذلك، صلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ولا يصلي بالعين، هذا لا أصل له. نعم. شيخ أخيرا، مريض كان يصلي الصلوات جمعا وقصرا وهو مقيم، ظنا منه أن القصر ملازم للجمع، هل يعتد بتلك الصلوات؟ لا، هذا جاهل، والقصر إنما هو للمسافر سفر قصر، وأما المقيم فإذا مرض يصلي تماما ولا يقصر. نعم. وما حد السفر المبيح للقصر والفطر يا شيخ صالح؟ ما كان 80 كيلو فأكثر، مرحلتان يعني 80 كيلو فأكثر، هذا السفر المبيح للقصر. بارك الله فيكم.
بكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع أسئلتكم واستفساراتكم والتي نقوم بعرضها على سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لكم، شكر الله للشيخ، وشكرا لكم أنتم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.